أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يجب أن يعلم العوام شروط لا إله إلا الله لأن أكثرهم لا يعرفها؟ يعلمون، نعم، لأجل يتركون على جهلهم، لا بد يعلم العوام وطلاب العلم، لكن كل يعلم بحسب مستواه وبحسب ما يفهم، على شيء فشيء تتدرج معه على حسب ما يفهم تتدرج معه، نعم، وإلا ما يتركون الناس على جهلهم، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.